زينب، ننتقل لمادتنا التالية. موضوع مهم بيشغل بال كل الأهالي، خصوصا الأب والأم اللي عندهم طفل يمكن حديث. أنا قديش فيني فعلا حافظ على سلوك ابني وأضبطه اليوم، لكن مع الدلال الزايد خصوصا مع الطفل الأول الأمور بتتغير. كيف فيني أتعامل مع الطفل بعدين يعني استدرج هي المشكلة أنا والأب أو الأم والأب؟ رح نحكي عنها أكثر مع الأخصائية التربوية شفاء صوان. يسعد صباحك وأهلا يا وسهلا اهلا فيك. وسهلا، يسعد صباحكم جميعا. انا حسيت حالي عم احكي عن بنتي. يمكن هي مشكله كل الاهالي اليوم، الدلال اكيد الزايد للولد. تماما، يسعد صباحك. يا صباح الورد. يعني خلينا نعرف او نقول امتى هالولد بيكون عن جد مدلل او افراط بالدلال؟ هو لما ما بيكون حامل مسؤوليه، لما ما بيحس انه هو بيحس انه كل شيء ملبى له، بالنسبه له ما في مسؤوليه تجاه ذاته، تجاه حتى قدام العالم، قدام الناس، بينه وبين حاله، بلبسه، بفوتو، انه وقت يتحمم، وقت يغسل، وقت يطلع ياكل. يعني بيصير دائما بدي وبدي وبيطلب كثير، ما هو بيقوم بخدمه نفسه. او مثلا اقل شيء ممكن بعد الاكل انه هو ياخذ صحنه ويجليه او يحطه بقلب المطبخ، يعني هي اقل شغله ممكن نساويها يعني. طيب خلينا نحكي عن أسباب الطفل المدلل. نحن عم نحكي عن هي المرحلة إنه يشعر بالمسؤولية أو ممكن يساعد. هي طبعا نحكي نحن عن فوق ال4 سنوات، بس هي المشكلة تبدأ قبل. يعني لما نحكي عن الطفل بعمر العام أو العامين بالبداية، كيف فيني أنا أتعامل معه لحتى ما يصير عندي طفل مدلل؟ وهي مشكلة تعاني منها كل الأسر والأمهات. مثلا إذا الأب بده يدلل الأم، لا، بتلاقي في مشاركة بالترباية. فهون إذا أنت ما دللتي حدا من العيلة بده يدلل حدا، بيرجع بينزع لك هيدا النظام كلياته. تمام، أهم شيء يكون في قوانين معينة ما حدا يتجاوزها، حتى لو كانوا جد أو ست. مثلا ممكن الحب، الاحتواء، بس مو إنه كسر قوانين بالبيت. مثلا إنه إذا شلح ثيابه مفروض إنه هو يطويهم. لو كان عمره سنتين بيفهم الولد، سنتين بس لو كان بيطويهم بطريقه غلط، لو كذا انه بيحطه بقرنته، بيحط اغراض بمحلهم، مثلا بيناولك غرض بالمطبخ انت وعم تشتغلي، بيعطيكي شغلات معينه، بتقولي له جيب محرمه من الاوضه بيجيبها. فهي القصص كلها يعني بتقوي عنده حتى ثقته بحاله، هو بيحس بالانجاز لانه هو مجرد ما ساوى شغلات بسيطه. اما انا دائما معودته اذا وقع انا شيله، اذا بده شيء دغري لبيه بدون ما اقول له انت روح جيب الغرض مثلا من الدرج فلاني محطوطة على الطاولة، هي القصة محطوط هون مثلا. يعني حتى النطق بعدين والقراءة والكتابة بعطيه ورقة وقلم. هو مجرد على فكرة شعوره بالإنجاز وحب ذاته بيكبر أكثر من أنك أنت تدلليه، لأنه وقت تدلليه بتخليه هو خايف من الناس، من الظروف، من الحياة، من التحديات اللي رح يمرق فيها. إذا وقع وشلتيه ودائما الأرض السبب وكذا وهيك، هو رح يضل شخص ما عنده مسؤولية، لأنه هو صار الأرض السبب اللي انطرق فيها الحياة، السبب، القصص السبب. لا، هو لازم تحمليه مسؤولية، لازم أنت تكون مفتح أكثر، لازم تنتبه أكثر، ما يخاف الواحد عليه، لأنه كل ما خفنا أكثر منعزز عنده الدلال او اللامسؤوليه. وكل ما اعطيناه ينطلق بحديثه، بكلامه، بشخصيته، بجيبه لاغراضه، بترتيب اوضته. ممكن حتى في اولاد صغار، يعني انا شفت اولاد، يعني نعرف مثلا لما بيكون واحد مجتمعين ممكن يجيب نشافه ويجي ينشف. يعني مره طفله عمره والله يمكن شيء 4 سنين، كنت عم اقول لهم وين النشافه وكذا، ما لقيت الا هي جايبتها. ما بتتخيلي انه هي فهمت هيك وجابتها. يعني فالطفل والله سنتين عمرها البنت، سنتين هلا تذكرت. فيعني الفكره انه الانسان يكون يعطي الطفل الانجاز، وهو رح يشعر كثير بحاله كثير حلوه لما نحن نعطيه هي المسؤوليات. نعم. طب يمكن مثل ما قلنا انه في اسباب كثير بتؤدي لدلال الطفل، وايضا يمكن الام صعب تتعامل مع الطفل المدلل، وخاصه بهي الظروف اللي نحن هلا عم نعيشها. اضافه الى انه الطفل المدلل بيقول بكره، بيقولوا لاهله بيطلع نعنوع، متكل، بيطلع، يعني في تراكمات بتطلع بالمستقبل طبعاً بهذا الطفل لانه ما بيتحمل مسؤوليه. تمام. خبرينا الام كيف فيها تتعامل اليوم مع طفله، وخاصه المدلل، يعني المدلل جدا اللي ما بيقدر يعتمد على حدا. لا تدلله جدا، تدلله بحدود. يعني انا بعطيه الشغلات اللي هو بده اياها، بده يستخدمها بحياته، بس مو كل شيء اطلب تعطى. لازم مثلا الاهل يقولوا مثلا انا هلا ما بقدر اجيب لك اياها هلا، ممكن بعدين. مثلا في شغله ثانيه، لما اذا بتعمل هيك رح اعطيك اياها، مثل نظام المكافاه. يعني ما خلي كل شيء بالنسبه له سهل، ولا بعدين ما عاد يحس بقيمه، بمتعه بشيء بالحياه. لازم يحس انه كل شيء له ثمن، كل شيء بالحياه، لانه بكره حينصدم مع الايام اذا لقى كل شيء بالحياه له ثمن وهو كان
كان ياخذ بس بدون اطلب تعطى. فالفكره انه انا لما بربط انه ليش انت بدك تاخذ هذا الشيء، انت بدك تاخذ شيء هذا لتستفيد، لتعمل هيك، لتفيد العالم. الطفل ذكي جدا جدا لانه عنده ممكن يوصل لمرحله الابتزاز مثلا. في اولاد الابتزاز العاطفي تماما، بس يكون بمكان عام او مع عائلته او مع رفقاته بيجي بيبكي وبيعمل قصص وسير، لانه هي بتستجيب له اصلا غالبا. مثلا بيفوت على المطبخ بيضل بيبكي لحتى تعطيه، لا يبكي خليه يبكي، ما برد عليه ابدا، خلص الشيء اللي انا ما لازم ياخده ما لازم ياخده. هلا هو بيتعود انه ما عاد يطلب الاشياء او ياخذ الاشياء بطريقه الابتزاز، بياخذها بالحق انه بالاقناع، انا يا بتقنعني يا بقنعك. فهون الام بتفرض شخصيتها وهو بيضل عنده مسؤوليه انه تجاه انه انا ما حاحصل على هذا الشيء الا لما انا مثلا بستاهله. مثلا الجوال، في ناس بعمره صغير بيضرب بدماغه، بيضرب طريقه تفكيره نظره، بيحطوا نظارات بصير معه توحد. يعني كثير لازم ندير بالنا، اوقات الدلال بيخرب شيء جوات البني ادم يعني كثير كبير، وما بنقدر بعدين نعالجه. يعني صعب بيبقى علاجه اكثر من انه الواحد اول باول المسؤوليه. وفي كثير فيديوهات بتحكي عن كيف نعزز المسؤوليه عند اولادنا، كيف نعلمهم الاعتماد على ذاتهم، كيف. طب خلينا نحكي بعض الخطوات السريعه. يعني تورطت الام والاب وصار الولد مدلل، يعني الا ما تدلله تدلل ومشي الحال، تمام. كيف فيني انا بلش بعض الخطوات، يعني لما يكون خصوصا اذا الطفل وحيد او اول طفل، دائما هي المشكله يقع فيها جميع الاهالي. وقد ما قلتي له لا تدلله راح يدلل، يعني قد ما بس انا تورطت، فيك تقولي الام تورطت وخلص، بس بدها ما في فعلا بعد 3 سنين هي قادره تتحكم فيه اكثر، لانه يكون في استجابة أكثر. هو الدلال والمحبة فطرة إجباري، لازم تعطيه حب، لازم تعطيه اهتمام، بس بشرط أنه ما يوصل لمرحلة أنه الطفل يبتزك عاطفيا أو يبتز أبوه عاطفيا. هو لأنه ذكي جدا، هو دور المراقب على فكرة، هو كتير بيعرف شو بده، شو عم يساوي وشو عم يعمل. فالفكره كل ما كان، يعني مثلا انا اذا حملته مسؤوليات كثير مهم، كمان مسؤوليه اني مثلا ممكن زريعه صغيره، زريعه قل له تعال نصقيه الصبح كذا او عصفور نطعميه او كذا. فهي المسؤوليات لو شغلات بسيطه، مثلا ترتيب ثيابه، مثلا بيشطح ثيابه بيحطها بالغسيل اذا كانت وسخه، بي 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 بيرتب ثيابه مره ثانيه اللي بده يرجع، مثلا يطوي معي الغسيلات، يعمل شغلات. يعني المهم لو تصرف بطريقه مو صح، واكيد ما راح يتصرف بطريقه صح، لكن هو راح يعمل شغلات كثير عظيمه. في ولد يمكن بتذكر له فيديو امه بتحط له طباخ وبيقعد بقى بيعمل بيتزا وبيعمل قصص وشغلات، فكتير حلو. حتى لو انه مثلا حتى عززنا صورناه هون كذا، بحس الولد بالانجاز. وصدقا كل الاولاد اللي ندعموا بهذا المجال، يعني بدال ما انه مثلا نحط مسؤوليات علينا، لا مسؤوليات عليه ونصوره انه هو عم يبدع وعم يساوي، احكي عنه قدام العالم كثير مهم. ما اقول ابني مدلل وكذا قدامه، لانه كل ماله بده يميع. اما اذا قلت انا بيحمل مسؤوليه وساوى هيك وعمل هيك وبرافو عليه وشطور، هو اصلا رح يتعزز عنده المسؤوليه ويحب حاله، وما عاد يكون عنده صفات الدلال اللي بيأذي نفسه وبيأذي فيه كمان اهله وكمان بيزعجهم. يعني مو هذا ازعاج يعني. طيب بما انه عم نحكي كمان عن الطفل، هلا هو الدلال بيجي من الاهل. احيانا في حالات انه الاهل لازم هن اللي يضبطوا حالهم، لانه بنعرف دائما انه نقطه ضعفهم الطفل. فاحيانا الام ما فيها ما تدلل، او ما فيها لما تشوف نقطه وصلت الدلال لذروه انه ما فيها تضبط. كيف فيها ترجع تسيطر الام، وخاصه انه اذا كان عندها طفل الاول او الوحيد؟ تحط قواعد، يعني مثلا انه هي الشيء ما بيصير هذا، مثلا بده ياكل شغله مالها صحيه، لا ما بعطيه شغلتين صحيات، مثلا تاكل موز ولا بردقان، تاكل تفاحه ولا يعني اي شيء مثلا ثاني انا خيره. مثلا بدك تلبس هذا اللون الاورنج ولا بدك تلبس الاصفر، بدك تلبس الاخضر ولا بدك تلبس البني. فهون انا بنفس اعطيته حريه كثير كبيره، واعطيته انه هو يختار، اعطيته مسؤوليه تجاه ذاته. فلما بقول له لا ومنع تماما، هو حيتضايق وحيمتعض وحيصير تصرفاته كثير سلبية ردة فعلها. بينما أنا لما بعطيه خيارات، تأكل رز بزالية ولا تأكل مثلا شوربة شوفان مثلا أو شيء، يعني دائما أعطيه خيارات صحية، خيارات منيحة يختار منها الأفضل. هون كتير بيكون شعر أنه هو عم ينجز شيء. نعطيه مسؤوليات لو بسيطة، لو سقي زريعة، لو طعمة عصفور أو مساواة أي شيء مثلا، أو مساحة الطاولة لو أنه ما عم يعرف يمسحها أو يساويها، يعني مساحة الغبرة، عمل أي شيء. بس كل ما كانت أعطيناه مسؤوليات تشاركية ورجينا أنه هذا البيت
البيت إلنا كلنا وهي المؤسسة كلنا إلنا يعني هذا الشيء اللي فهو حيحس بالإنجاز، حيحس إنه جزء من العيلة وحي يعني مسؤولياته اللي زايدة هي ما حتكون يعني مضايقة الأهل، بالعكس حتكون مصدر فخر إله وتنمية ذاتية إله وتنمية يعني أهله بيصير شوي شوي بقى بيخف بجوز يجيب أغراض البيت، بجوز يجيب خضرة، بجوز قصص، بجوز أول مرة يفشل ما ينجح، بس هي مو غلط، كل إنسان بيغلط، اللي ما بيغلط ما بيتعلم. خلينا نعطيه مسؤوليات لحتى يتعلم ويصير عنده مسؤولية. الدراسة مو الأم اللي بتسم بتدرس وبتحفز الكلمة، لا أنا بقول له احفظ ويلا أنا حسمع لك، خليه قدامي دائما. أنت بعدين مستقبلك أنت بالنهاية اللي راح تصير أنت اللي كذا، يعني كلمة طبعا على هو مستوى وعيه وعلى هو كيف هو بيفهم الموضوع وكيف أهله أمه بتتعامل معه أو أبوه الأقرب منه. طيب خلينا نحكي عن المشاكل النفسية اللي ممكن يقع فيها الطفل المدلل، يعني كان مدلل ويمكن الأهل ما قدروا يضبطوه بشكل صحيح وكان بشكل فينا نقول يمكن الوحيد اللي بيوقع فيها بشكل دائم، شو المشاكل النفسية اللي ممكن لبعدين فينا نقول العزلة والصدمة، يعني مثلا حينصدم بواقع بيجي أولاد مثلا بيقتلوه هو مو متعود حدا يضربه أو مثلا حدا يحكي معه كلام جارح أو شيء، هو لا لازم نعلمه كيف يرد الطريقة الأفضل إنه يرد فيها أو كيف يتصرف أو مثلا يقول للأنسة أو للمديرة، يعني أما هون رح تجي صدمات ما حيعرف يتصرف بأي موقف، فهي اول شغله. بس بعدين لا هو مجرد ما فات بالمجتمع ممكن كمان ابن اتكالي نقول بالمستقبل ما في اسس اسره طبعا يعني حتى زوجته بتعاني من هذا الموضوع، بيحس حاله انه هو شيء طبيعي لانه هو شاف ابوه هيك، شاف لا انا ابني بعلمه هو اول ما يفي انا بقول له الصبي مثل البنت يسوي تخته قبل ما وقت يفي من النوم يساوي قهوته، مو اخته اللي بدها تساوي له قهوته او امه اذا كان بالمطبخ ممكن الى لاخته او امه انه انت ممكن انه ساويكم بدكم بتحبوا. كثير حلو فكره التشارك، هي انا اذا شاف الولد قدام يعني اهله عم يعملوا هذا الشيء هو كمان رح يكون زوج واب ناجح جدا، وكل ما كان في اتكاليه وشاف ذكوريه بالبيت هي الذكوريه بتصير شخصيته قاسيه، ما عنده لطف، ما عنده حتى الناس بتنفر منه، حتى البنت الواعيه ما بتاخده بنت واعيه، بتاخده بنت يلي هي تبع اللي بترضى بالسي السيد يعني، وبظن انه البنت اللي واعيه ومثقفه وكذا ويعني عارفه حالها وعندها فكر مستحيل تقبل انه شخص الا الشريك والصديق والحبيب والرفيق واللي هي الدعم والسند له هو وهي الاحتواء، يعني فبتكون القصه تشاركيه وتبادليه لانه اصلا اي شيء بالحياه ما بيبنى على التشارك والمحبه والعطاء الغير مشروط والحب غير المشروط، بصير عاقبته ما له منيحه، يعني انه انا مثلا خلي زوجتي تتعب على حساب نفسها وصحتها، هي بالنهايه رح تتعب ورح تيجي تعبها عليك وعلى اولادك وعلى حتى شغلك، يعني حيجي الرجل ماله مستعد ماله يعني ماله مرتاح بشغله لما بيجي بيلاقي البيت منكوت او المره تعبانه، لا انت على قد ما بتحمل عنها وبتحمل عنك بتحمل عنك همومك، بتحمل عنك انها بتصبر، ممكن بتقدر المصروف، بتعمل شغلات كثير من وراك، بتحفظ اولادك، بتدرسهم، بتدربهم، بتعلمهم، ممكن تاخذهم هي على النوادي، تاخذهم يتعلموا قصص واشياء وتعرفهم على اشياء كثيره بحياتهم ينموا حالهم فيها، فانت اقل تقدير انك انت تتفهم ضعفها، تتفهم قوتها، تتفهم فرحها، تشوف شغلات ايجابيه مثلا عيد ميلادها، تعز اهلها وتدللهم، يعني كل هي الاشياء عن جد بتدعم وحتى بتخلي عند الولد كمان ترجع للمسؤوليه انه نحن بقدر ستي وبقدر جدي وبقدر عمتي وعماتي وخالاتي، فهون بصير باللاوعي بصير الوضع امن ومستقر وسلام. اما كل ما اعطينا كل واحد انانيه حدا من الاطراف اخذها بصير في صراعات داخليه. هو يمكن ذكرتي نقطه كثير مهمه، اولا المقارنه بين الصبي والبنت اللي هي موجوده عند بعض العائلات لانه بتوقع صار في وعي نور ما كثير بقى صار الولد مثل البنت. ثانيا يمكن هي الشخصيات اللي بنشوفها بيقولوها بالعاميه بنت البابا او ابن الماما او هي فعلا شخصيه الى آثار قديمة وهي الدلال المفرط اللي أدت للاتكالية وعدم المسؤولية بالمستقبل. تخبرينا عن المقارنات اللي عم تصير ببعض العائلات بين الصبيان والبنات، إنه حدا مدللينه أكثر من حدا أو هذا أخوك ما أو هي أختكم ما تقربوا عليها. حبيب الماما. حبيب. فخبرينا كمان قدي مؤذي هذا الشعور للأطفال بين بعضهم، يعني. المقارنة إذا بدك تدمري أي ولد قارني بأي حدا. هي دمار شامل المقارنة، يعني شوف فلان شو عمل، شوف فلان شو ناجح بالمدرسة، شوف طيب عنده يمكن قدرات ما عنده إياها الثاني، ممكن الولد بيحب الموسيقى بيحب الرسم قدام الأقران، يعني مقارنة لسه بينك وبين محمولي، بس الأبشع لسه لما يكون ولد قاعد مع مثلا ابن خالته شوف ابن خالتك قديش أشطر منك،
هون كسر المشاعر الطفل قديش بتأثر عليه نفسيا وكسر الشخصية يعني بتحطمه من جوا والأهل ما بيعرفوا بيفكروا هذا الشيء كتير عادي بينما هذا المقارنة أسلوب المقارنة من أسوأ أنواع التربية أسلوب المقارنة كتير حلو الدعم وشوف الأشياء الحلوة اللي بابني مثلا أنا عنده هذا الشيء مثلا ما شاء الله ابني شاطر بالرسم ابني ما شاء الله بيعزف موسيقى كتير منيح ابني كذا ابني بيدرس بطريقة كتير فظيعة ابني بالمواد الحفظية كتير شاطر مثلا أو ابني بالرياضيات فظيع ما حدا بيقدر يتغلب عليه لازم نركز لأنه بدك دائما بعلم النفس بدك شيء أكتر بحياة الشخص ركز عليه صحيح. بدك يعني ينجح بكل المواد هو شاطر بالرياضيات قل له انت شاطر بالرياض انت عبقري انت ابني العبقري انت ممتاز هو حينجح بكل المواد وحيبدع فيها بينما انه انت بالعربي ما جبت منيح يا الله على هالحظ وشوف فلان شلون جاب وشوف هو رح يحبط حتى بالرياضيات ما رح يجيب منيح فدائما كل ما عززنا اي فكره ايجابيه بيقولوا كمان بعلم التربيه انه القط ابنك هو عم يتصرف تصرفات حلوه وايجابيه وتجاهل بغض النظر هو هن ما بيشوفوا غير السلبي هي النقطه الاساسيه اليوم لما نقول نحن عم نعيش بظروف صعبة 10 سنوات من الحرب ظروف اجتماعية واقتصادية وضغوطات اجتماعية وبيجي بيقول له للأب والأم بدك تربي 1 2 3 بيقول لك أنه أنا مش قادر أو يمكن ماني قادر أعمل كنترول اليوم على حالي كيف فيني أعطي بعض الخطوات حتى للأهل يعني اللي هن عليهم الجزء الأكبر أنه أنا فيني فعلا ربي ابني بطريقة سوية نفسية سليمة وما يكون هو فشة يعني خلق الأهل بتلاقي الأم معصبة بتفش خلقها بالولد الأب معصب بيفش خلقه ففعلا نحن مسؤولية اليوم الأهالي مسؤولية كتير كبيرة لإنتاج يعني أطفال اليوم سليمين نفسيا ضمن هي الظروف اللي عم نعيشها أولا الإنجاب هو قرار لما بيكون عشوائي بدك تدفع ثمن عشوائيتك وأولا رح تدفع أنت ضريبة الأهل الأم والأب بينما لما انا بقرر اني انا رح اجيب ولد انا لو ما بعرف شيء بالتربيه بجيب كتب بقرا بالنت بكبسه زر فيني على اليوتيوب طلع اي برنامج كيف اتعامل مع اي ولد ان شاء الله بيكون انا مره بعت لي فيديو بنت مجرمه يعني بنت عم تقول انا بدي اقتل الاولاد انا بدي اقتل امي بدي اقتل ابي بدي كذا ليش لانه ربيت باب اغتصب وكذا وفي ظروف معينه كثير كانت سيئه تخيلي هي البنت هلا بتعالج ناس نفسيا بامريكا يعني بقى تخيلي قد ايه ما بتتخيلي هي الطفله يلي انا وقت شفتها قلت يا لطيف دمار يعني بس اكتشفت فيما بعد باخر الفيديو انه هي صارت معالجه فقد ايه بس ليش ايمان احد الاشخاص فيها ايمانهم وانه هو رح يقدر يعالجها ويطالع من هذا الشيء هو اللي خلاها الانسان العظيمه اللي بتقدر تساعد عالم من ظروف معينه مروا فيها فقد ايه نحن بدنا صبر بدنا حب غير مشروط انا جبت ولد هذا قطعه مني من روحي من دمي يعني قطع من روح الله يعني هو شيء من روح الله فنحن لازم نعامله بكل حب إما نتحمل مسؤوليته بحب أو الواحد لا يجيب أولاده من البداية وهو حي 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 حيخسرهم اليوم نسبة العنف عم نشوفها بتزايد كتير كبير يعني تماما خصوصا مع الحجر وكورونا عم تشوف عنف كتير كبير تزايد بشكل كتير كبير تجاه الأطفال اليوم ايه الولد مو هو يعني فشة خلق الأهل الولد هو بالعكس هو ما له علاقة بشيء مفروض يطلع أصلا عن جو الضغوطات النفسية والضغوطات القصص اللي عم نمر فيها مفروض نعطيه مساحة ليلعب مساحة لنلعب معه وعلى فكرة إذا بدنا نحسن صحتنا النفسية يلعبوا مع الأطفال أكيد يعني بنرجع بنقول النصائح اللي أنت ذكرتيها للتعامل مع الطفل المدلل هي التشاركية ووضع بعض الأسس بالعائلة حتى يقدر الطفل يبني شخصية صحيحة بنفس الوقت يكون هيك مرتاح بالعطاء تبع العائلة نحن بنشكرك كتير على كل المعلومات بتمنى كل الأمهات يكون سمعوا كتير منيح شو حكينا اليوم وأكيد ما في أحلى من أنه الأم تدلل وتحن لكن بحدود طبعا. شكرا لك يا ميت هلا يسعد صباحكم